السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعين قناه فيوتشر كوين؟ طبعا اصدقائي، شفنا سوق العملات المشفره بالامس ارتفع بشكل ايجابي جدا جدا، وكان سيد هاي العملات هي عمله جالا اللي ارتفعت بالفتره الاخيره او خلال موجه الصعود الاخيره تقريبا 165%، وكمان عمله سولانا ارتفعت بنسبه تقريبا توصل الى 70 من 70 الى 80%. طبعا هتكلم بهذا الفيديو عن اسباب صعود العملتين، وهتكلم عن تحليل العملتين واخر الاخبار عمله سولانا وعمله جالا وشو هي سبب الارتفاع. اما مش فيديو اصدقائي، بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات المشفره، ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناه. خليكم معنا اصدقائي لبعد الان. طبعا اصدقائي، عملة جالا بعد الارتفاع الاخير راح واجه مقاومتين، المقاومة الاولى عند منطقة 4 سنت و30، والمقاومة الثانية عند منطقة 4 سنت و80، ما بين 4 سنت و80 الى منطقة 5 سنت. هاي مقاوماتي على العملة. طبعا اكبر خطأ حاليا في الوقت الحالي تدخل صفقات لونج او شورت، يفضل تدخل صفقة شورت اذا العملة وصلت لمنطقة 5 سنت وبعدها شفنا عكس اتجاه للعملة. هاي افضل صفقة شورت ممكن تحقق منها ربح 200-300% اذا انت بتشتغل فيوتشر، وطبعا صفقات شورت ما تقدر تدخلها الا اذا انت بتشتغل فيوتشر. بهاي المناطق تقدر تدخل صفقة شورت، واذا بدك تدخل لونج لازم تنتظر منطقة 25، هاي منطقة صعود جيدة طبعا مع ستوب لوز عند منطقة 20 او منطقة 2 سنت. هاي دعوم العملة، وطبعا مقاومة العملة المقاومة الاصعب هي منطقة 5 سنت، لازم تنتبه كثير على تحليلك للعملة. طبعا سبب ارتفاع العملة، بعد ما كانت العملة عندها منصة لصناعة الألعاب، صار عندها منصة لصناعة موسيقى وصناعة أفلام، واليوم استحوذت على منصة لصناعة الألعاب الهاتف المحمول، وصارت العملة أو صارت شركة جو جالا جيم هي رقم واحد فيما يتعلق بألعاب الويب 3. وطبعا صار عندها شراكة مع الممثل الشهير ذا روك، وعندها كمان شراكة مع مارك ويلبرغ، هدول اثنين ممثلين صار عندهم شراكة مع عملة جالا، والرسوم مثل إنتاج الأفلام والموسيقى والألعاب راح تندفع عن طريق عملة جالا، وهذه الأخبار اللي سببت بانفجار عملة جالا والفومو الكبير اللي صار على العملة. شوف بالنسبة لعملة سولانا، كمان عملة سولانا امبارح عملت أداء ممتاز جدا، والعملة ارتفعت بموجة الصعود الأخيرة تقريبا بنسبة 90%. العملة حاليا عم تواجه مقاومة واحدة اللي هي مقاومة تقريبا 18.70 دولار هي المقاومة العنيدة عندي على عملة سولانا، بقدر بدخل صفقة شورت من هاي المنطقة. حاليا العملة السعودية وممكن نرتفع إلى منطقة 18 دولار، ما بين 18 إلى 18.5 دولار، بقدر بدخل صفقة شورت. طبعا شو سبب ارتفاع العملة؟ شفنا فومو كبير صار على العملة بعد ما طلع فوتريك بوترين على التويتر وتكلم وقال انه شبكة سولانا لسه بتحتوي على مبدعين وفيها مشاريع قوية جدا مصالحة للاستثمار. هذا الكلام اللي اجى من طريق فوتاليك بوتالين مؤسس الاثريوم، وطبعا هاي الاخبار عملت فوم كبير على عملة سولانا، وطبعا ارتفاع بيتكوين كمان ساهم في صعود العملة. ارتفاع البيتكوين اصدقائي بالامس ارتفع تقريبا 600 دولار فقط، مع انه ارتفاع غير مرضي الى حد الان، يعني في عندي كثير من الاوقات اللي مرينا فيها بالسابق يعني يرتفع البيتكوين 1000 و2000 دولار، وطبعا كان بالنسبة لنا شيء عادي جدا، لكن اليوم ارتفع البيتكوين بنسبة 550 دولار، لكن هالارتفاع قليل جدا وسبب ارتفاع العملات المشفرة. طبعا قليل من العملات اللي عملت مثل السولانا ومثل عملة جالا. عندي مقاومة عنيدة على البيتكوين في المنطقة الحالية اللي هي منطقة 17300. أصدقائي، ممكن هذا الصعود يكون صعود وهمي لجلب المستثمرين بصفقات لونج، وبعد يصير انخفاض لتصفية المستثمرين. لهيك لحد الآن عندي مخاطرة أو عندي مخاوف من كسر قاع 15000 دولار، لهيك لازم ننتبه وتحذر. صفقات اللونج بالوقت الحالي خطيرة جدا، هي 90% عبارة عن مصيدة لجلب المستثمرين لا أكثر ولا أقل. يفضل تنتبه من صفقاتك والتزم بالستوب لوز بكل صفقة، يعني على خسارة 15-20% تقدر تخرج من صفقاتك إذا أنت بتشتغل فيوتشر، وإذا بتشتغل سبوت على خسارة 5%-6% من رأس المال تخرج من صفقاتك. أصدقائي، نكون وصلنا على الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم المعلومات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.